السلام عليكم. لابتوبات الألعاب وصلت إلى مرحلة ممتازة من ناحية الحجم والأداء في الفترة الأخيرة، عكس السابق اللي كان أسعارها مرتفع وبحجم كبير نسبياً وبأداء يمكن ما يكون مقنع. شركة ريزر غنية عن التعريف في مجال الإكسسوارات الألعاب، وعندها بعد سلسلة من اللابتوبات المتخصصة في الألعاب باسم ريزر بليد. والآن تصدر النسخة الجديدة من لابتوب ريزر بليد 15، وأطلقت عليه لقب أصغر لابتوب في العالم. تصميم اللابتوب بيكون من الألمنيوم، ونحافته هي 0.78 إنش ووزنه 2.1 كيلوغرام، ويعمل بمعالج الجيل التاسع من إنتل كور i7 بست أنوية مع كرت شاشة إنفيديا جي فورس RTX 2060، وهذا يعني أن تقنية الريت ريسنج بتكون مدعومة. مع 16 جيجا بايت رام من نوع DDR4 قابلة للزيادة إلى 32 جيجا بايت، و512 جيجا بايت ذاكرة تخزينية من نوع SSD، وفي مكان إضافي لزيادة حجم الذاكرة باستخدام ذاكرة ساتا بحجم 2.5. بالنسبة للشاشة فحجمها 15.6 إنش وبجوانب نحيفة، وبدقة فول اتش دي، ومعدل تحديث للشاشة يوصل إلى 144 هرتز، ودعم 100% لألوان الـ sRGB، ويستخدم نظام تبريد خاص حتى يحمي اللابتوب من ارتفاع الحرارة وتضمن أفضل أداء لفترات طويلة من اللعب. نجي لأهم شيء واللي هو الأداء في الألعاب. بفضل كرت الشاشة الموجود راح نحصل على أداء رهيب في الألعاب، وخصوصا أن احنا جالسين نتكلم عن لابتوب وحجمه صغير مقارنة باللابتوبات الثانية. جربنا عليه لعبة فورزا هورايزن 4 واشتغلت معنا بأعلى الإعدادات ما بين 60 إلى 90 إطار بالثانية. وعشان نختبر اللابتوب أكثر، حملنا لعبة الشوتر الجديدة فالورانت واشتغلت معنا بمعدل 144 إلى 166 إطار بالثانية، ولما قفلنا خاصية الفي سينك ارتفع معدل الإطارات لما بين 160 إلى 240. هذا الاختبار يعطينا مؤشر بأن اللابتوب قادر على أنه يشغل أغلب الألعاب الضخمة بأداء ممتاز ومرضي جدا. يعني إحنا نتكلم عن دقة فول اتش دي مع 60 إطار بالثانية، وبعض الألعاب توصل أعلى من هذا الرقم، وهذا الأداء أكثر من رائع بالنسبة لللابتوب بهذا الحجم والخفة. اللابتوب يملك كاميرا أمامية بدقة 1 ميجا بيكسل ومايك وسماعات ستيريو بتقنية دولبي أتموس. ريزر ما بخلت في لابتوب ريزر بليد 15 من ناحية المنافذ، لأنه يملك كل اللي نحتاجه، واللي هي 3 منافذ USB 3.1 ومنفذ Thunderbolt 3، ومن خلاله نقدر نشبك اللابتوب على 3 شاشات مع HDMI 2.0 ومنفذ 3.5 للسماعات وميني ديسبلاي بورت 1.4 وأخيرا الإيثرنت، وفي تقنيات الاتصال مثل البلوتوث 5 والواي فاي 5. اللابتوب يستخدم نظام الويندوز 10 وبيكون مثبت فيه تطبيق ريزر سناب 3، وعن طريقه نقدر نتحكم بألوان الكيبورد ونفعل وضع الجيم مود اللي يركز كل قوة المعالج لرفع أداء اللعبة، وتتحكم أيضا بقوة المراوح والراقب أداء الجهاز وغيرها. وأخيرا سعر اللابتوب هو 8499 ريال، وهذا يعتبر سعر مرتفع لو بنقارنه مع أجهزة البي سي المخصصة للألعاب اللي تعطي نفس الأداء ويمكن أعلى، لكن هذا اللابتوب موجه للاعبين اللي يهمهم أن الألعاب تشتغل بأداء ممتاز وبشكل محمول. نتمنى أن هذا الاستعراض عجبكم، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.